الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتعيين في مناصب عليا. في مستهل هذا الاجتماع حضر السيد رئيس الحكومة في كلمته من الترويج للأخبار الزائفة بخصوص انتشار فيروس كورونا، كما جدد السيد الرئيس أن بلادنا إلى حد الساعة محمية ولم تسجل سوى حالتان قدمتا من خارج الوطن وتتواجدان حاليا تحت الرعاية الصحية المركزة، كما أن الجهات المعنية والمختصة سواء وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية تقوم بالتحريات اللازمة لحماية المواطنين وتتابع الوضعية الصحية لجميع من كان في اتصال مع الحالتين المذكورتين. وعبر السيد رئيس الحكومة عن أسفه لزيادة انتشار نسبة الأخبار الكاذبة سواء تعلق الأمر بالأخبار المكتوبة أو الوصلات أو الفيديوهات أو وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا أن أخبار مختلقة تؤثر سلبا على استقرار المجتمع وأمن المواطنين، مشيرا إلى أن الجهات المختصة حريصة على التواصل الفعال بهذا الخصوص، كما أبرز أن هناك مسؤولية مشتركة في مواجهتها، في إشارة منه إلى مسؤولية الحكومة من خلال التوضيح المستمر ونشر المعلومات الصحيحة والمدققة بنظام وانتظام من جهة ومسؤولية الإعلام من جهة أخرى. والتمس السيد الرئيس من كل من لهم صفحات على الفيسبوك أو على مواقع أخرى من شبكات التواصل الاجتماعي أن يتحروا صحة الأخبار الكاذبة قبل نشرها وتداولها، لما لذلك من تأثير خطير على الاقتصاد وعلى حركة المجتمع، وبالتالي فإن محاربة مثل هذه الأخبار واجبة، كما شدد على أن الجهات المختصة ستحرك المتابعة القضائية ضد كل من يروج هذه الأخبار الكاذبة ويتسبب في نشر الذعر بين المواطنين.